دون زخم كسابقاتها من الانتخابات في تونس. انتهت مرحلة تقديم الترشحات لتشريعيات ديسمبر كانون الأول المقبل. أجواء الرهان في البلاد بدت باردة وكأن الأمر ليس فيه ما يدعو إلى التنافس. من قرروا خوض التنافس بدأوا مقارنة بالسابق قلة، وكأن في الأمر قبل الحديث عن عزوف عن الانتخابات أو عن إقبال عليها من الناخبين عزوفا عن الترشح. بنظر مؤيدي الرئيس فإن الإقبال على الترشح يقاس كذلك بعدد التزكيات. الإقبال ربما يقاس أيضا بنسبة التزكيات. إذا نسبة التزكيات تقارب 1,000,000 تزكية أو أقل قليلا أو أكثر قليلا، فهذا أيضا مؤشر انتخابي جيد على أنه يوجد انخراط كبير في هذا الموضوع. لم يثبت أن جاوز أو قارب عدد التزكيات 1,000,000. الإحصاء الرسمي يشير إلى نصف هذا العدد، ويتطابق ذلك مع عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس ربيع العام الحالي. معارضو صعيد يستندون إلى ما قدمته هيئة الانتخابات من أرقام للتدليل على أن التونسيين في قطيعة مع مسار الرئيس. صعوبات في الاختيار، منطق الاختيار، وصعوبات في إيجاد قاعدة انتخابية على قواعد سليمة، وربما ستتعمق ظاهرة العزوف يوما ما حينما نذهب إلى صناديق الاقتراع. لن يكون أمام الناخبين إذن عروض سياسية ينتقون أفضلها، كما لن يكون للتعددية الحزبية أثر، والحال أن الهيئة قررت ألا تقترن أسماء المرشحين عن الأحزاب بأسماء أحزابهم، فضلا عن مقاطعة الانتخابات المقبلة من قبل جل الطيف الحزبي والسياسي في البلاد. في الانتخابات المقبلة سينزل التنافس من بعده الوطني إلى المحلي، وسيترك إلى اعتبارات جهوية وربما مناطقية، يقول عارفون بالشأن التونسي. أما ضعف العرض السياسي وثغرات القانون الانتخابي وارتباك بوصلة الناخبين أمام تغير معايير الانتقاء فسيرى أثرها في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. أغلقت هيئة الانتخابات إذن باب الترشح للانتخابات التشريعية لينطلق بذلك رهان ليس من بين معاييره الحزب أو الأيديولوجيا أو البدائل والمشاريع الشاملة على مستوى البلاد بقدر اقتصاره على الملفات المحلية دون غيرها. رهان لا يعد كبيرا للمترشحين وحدهم لكن للرئيس أيضا، كذلك تقول أصوات قريبة منه. فإن نجح الرهان كان نجاح الرئيس كبيرا، وإن فشل كان الفشل ذريعا. خليل كلاعيد، العربي، تونس.